أولي كنت بدير الزور منطقة داعش يعني ظلم يعني حيل يعني أكثر شيء يعني حيل معادين المرأة يعني يعني تقنعوا ولبسوا لا تطلعون بلا يعني هدوم شرعية وما عارف شنو يعني شفنا منهم ظلم حيل. لو من كنت مناطق داعش وطلعت على الحسكة وبعد ما استشهد أكثر شيء جوزي زاد شف الظلم زاد من أهلي يعني أكثر شيء ويعني راد أخوي ياخذ مني الأولاد قال أجوزك بس أنا قلت له ما اترك أولادي وزاد عيالي زاد ما سلموا عني وعن أولادي زاد يعني شف الظلم حيل مو شوي من عيالي ومن أهلي زاد قلت له ماني أولادي ما أتركهم على مال الدنيا كلياتهم بعد ما استشهد جوزي قلت لهم أموت موت أولادي وطبطبت أولادي جابون الرفاق هين يعني حكيت وضعي قادي جابون الرفاق هين على قرية المرأة أنا وولادي يعني كبرت أولادي هين جبتهم صغار يعني ونشتغل يعني شي يصير بيها شقون نشتغل بي فرن بي مشفى بي دكان بي يعني كل شي بقرية المرأة زارعين خضرة إحنا نخبز على الفرن يعني كل شيء يعني إحنا يعني كأننا نساء بس يعني بينا قوة يعني يعني معيشين حالنا يعني كل شيء يصير بيها قرية المرأة نشتغل بيها يعني إحنا كأننا نساء كنا مع بعضنا خوات يعني نشتغل بيها نشتغل ويعني كل شيء وننتبه لأولادنا وبي مدرسة أولادنا يدرسون ابن الكبير يعني يدرس صف ثاني الصغيرة صف أول هذا صغير للحز وما يدرس حمودي اللي عارضهم يعني كل الناس معارضتهم يعني كلها ما تحبهم كلها ما تحبهم يعني ما حد يريدهم يعني وأكثر شيء على المرأة يعني لو من المرأة يصير عليها شيء يرجمونها وهي طيبة بالحجر بالحجر يحفروا لها ويخلون بس راسها ويرجمونها بالحجر أكثر شيء حيل خسيسين على المرأة لو من نطلع البسوا يعني حيل يزتون علينا حكي مو زين حكي وسخ يغلطون علينا لو من نطلع مثل لو عد دكان نجيب لأولادنا أغراض يجون يطورون ورانا هاي الحسبة ما ينطونا يقبون يعني يقبون كل شيء يعني مواد يقبونه ما ينطونا إياها وغالي الشيء كان يعني ما ينطونا إياها يعني أولي كانت هاي المرتدلة يقبونها يقولون يعني هاي حرام وكذبهم كانوا يأكلون بيها الدخان كانوا يدخنون الأرقيلة كانوا يأرقلونها ولو من جم الرفاق فاتهم طلعت الأرقيلة وطلعت المرتدلة وطلع كل شيء هم العدهم ظلم لو من فاتت الرفاق يعني شاف كل شيء عندهم يعني مقبينه ما ينطون كانوا يحرمون شيء علينا وهم ياكلونه يقولون هذا حرام انا لا سكر يعني فتره شهر ظلينا مقطوعين من السكر ومن كل شيء يعني يقبونه والورق وكل شيء يعني والزيت والمواد كل شيء يعني يعني حتى هدوم لاولادنا ما كنا نقدر نشتري يتقبون بين الاهالي لو من قامت الطائره تفوت تضرب بيهم وشي اخذهم كثير كثير اخذهم قطعهم روس وذبحهم نساء وذبحهم اطفال اكثر شيء الظلم بدير الزور حسيت يعني كاني كنت بعالم ثاني يعني امان ما شاء الله وطمان يعني كنا نساء يعني ويعني احنا كاننا نساء يعني قويات يعني ما يعني تعرفين انت نظل قصيرين يعني نعتبر حالنا كنا ايد وحده وخوات اتمناها تكبر وتتوسع ويعني تجي نساء اتمنى النوب زاد يعني نسوان شهداء وارامل ومطلقات يعني والله حلوه يعني شرد اقول لك حلوه يعني كل شيء موفر لنا بهالقرية الحمد لله راحت بال وهدوء ومرتاحين وما شاء الله كهرباء 24 ساعة ومي حلوة حنفيات وبي طاقة شمسية والحمد لله وبي سيارة تاخذنا على البلد تودينا على السوق وتجيبنا يعني سرد أقولش مبسوطين على 24 يعني. هين بالحسكة شفت يعني يوم الفات علينا داعش ويوم انه راح طول ما طولوا عدنا مثل تقريبا سنتين وطلعوا من عدنا عندي 6 ابناء أولاد بنتين وأربع شباب قرية المرأة دلونا عليها عوائل الشهداء بالشدادي حكونا عنها وحبينا نجي عليها ويوم نجينا والله يعني أحسن من قادي يعني الرفاق زينين كل شيء يعني مو مقصرين منا من أولادنا من مدرستهم اهتمامهم بأولادنا أكثر من ما نهتم بهم إحنا شاركية كلياتنا يعني مثل يوم نجونا ضيوف نتشارك مع بعضنا مثل روح الفرن نخبز مع بعض يعني نزرع بقتشين بالبستان مع بعضنا كل شيء يعني الشراكة يعني حلوة سهراتنا وتعليلتنا وكل شيء مع بعضنا نتشارك الحياة كنا مع بعض يعني اعتبر حالنا بيت واحد صحيح كل من جاعدة ببيتها بس بيت واحد احنا شيء يعني بيها حرية المرأة يعني مشاركتها بالحياة يعني اعتمادها على نفسها يعني هي كذا ما تعتمد مثل اليوم أنا طلعت من بيت أهل زوجي
يعني اعتمدت على نفسي بتربية أولادي يعني مصروفهم كل شيء. يعني علمتنا القرية يعني كل شيء حق شغلات يعني كثيرة علمتنا عليه أحسن من قبل. لو من كنت قاضي يعني أظل متوترة يعني هي كذا أسمع حكي أسمع السوالف من بيتي يعني زوجي هي اللي أريح ما أسمع حكي ما أسمع السوالف يعني مع حريتي الحالي أنا يعني وولادي عايشين. بس أتمنى من النساء يعني يقعدوا على أولادهم بس هذا اللي هذا اللي أتمنى منهم. حتى المرأة حلوة ونتمنى يعني تظل هي كذا الحلاها هاي.